كله زميلة جميلة تشاركه في أكله في شربه في حياته. هو أنت مش متجوز؟ لا، إنما مستعد أتجوز. أنا جريء. تتجوز مين؟ أتجوزك أنت. أنا؟ بتضحكي ليه؟ هو جوازي ضحك؟ لا، أنت إنسان طيب وابن حلال، لكن إيه؟ ناقص رجل، ناقص ذراع. طوعيني واتجوزيني مش هتلاقي جوز زيي ابدا. ادي انت شفتي بعينيكي بتضرب لما استوي من الضرب ولا افتحش بقي. انا هكلمك بصراحه بقى، لازم تعرف ان كل بنت في الدنيا بتدور على فتى احلامها، الشخص اللي بتعيش معاه في الخيال، لكن انت مع الاسف مش فتى احلامي. وفتى احلامك ده شكله ايه؟ ده ملوش وجود الا في خيالي انا بس. يعني ما اقدرش اشوفه؟ لا طبعا، لكن اقدر اوصفهولك. اوصفهولي ابوس ايدك. انا مش عايزاه غني. موجود. ومش عايزاه جميل. موجود جدا. لكن عايزاه بطل. اهو ده اللي مش موجود. وعاوزاه بطل في ايه؟ في الطيران. طيران؟ اهو انا ما خافش من حاجه في الدنيا قد ركوب الطياره. اخص عليك يا خواف. خواف خواف بس عيش. طب ده انا ليا اخي بيشتغل في الطيران، كل ما يسافر بالطياره اقرا على روحه الفاتحه مقدما. يا ريتني عرفت اخوك. وتتجوزيه؟ ليه لا، انا يشرفني ان اكون مرات واحد طيار. من دونجول. ايوه، نشوف وشكم بخير، عندي اسبوع اجازه. انت هتعملها برضه تتجوز حسين؟ اه، عليه العوض ومنه العوض. انا لله وانا اليه راجعون. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي؟ منويت تسافر النهارده يا حسين؟ لا، بكره. دلوقتي هروح عشان ازور الشاويش عطيه وعشان اشوف اخويا اسماعيل قبل ما اسافر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. معاك سلام. والله كان جدع طيب وابن حلال. هيوحشنا. يا ولي يا حمود من العيا، عاوز اروح للحكيم. معدتي مزيكا بتعمل بوم بوم بوم. ما تكبرش معايا، قلت لك مش خارج من البيت. ومعدتي اعمل لك حقنه شيخ. يا منجي يا رب، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الحقنه دي. هتاخد الحقنه؟ مش هاخدها. هتاخدها؟ ده مش كلام، ده انت هتدخلي فيها اكلي وفي شربي وفي هدومي وفي معدتي كمان. لا ممكن اخدها، لا ممكن اخدها. نعم 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 نعم. من امتى الشخط والنطر يا سبنسة القطر؟ عطيه لليمين در. حاضر. اسمع، اقلع هدومك واتغطى باللحاف وما تتحركش لحد ما اجيب لك الحر. حاضر. السرير مش مساء الخير يا فندم. سعيد مساك. اهلا وسهلا. الشاويش عطيه موجود؟ ايوه موجود، بس عيان في السرير. ممكن اشوفه واطمن عليه؟ اتفضل. متشكر. عندك في الأوضة دي. لا بأس عليك يا حضرة الشاويش. مين؟ حسين، ازيك يا حسين؟ الله يخليك يا فندم. أنا والله أول ما وصلت المطار سألت على سيادتك، قالوا لي إن حضرتك عيان فجيت علشان أزورك. كتر خيرك يا حسين وتزورني بالليل. يا فندم ده واجب. حسين أفندم، أنت نزلت لي من السماء. حسين تعال.
خير يا فندم. أنا هقول لك على مسألة مهمة، بس تحلف لي إني محدش يعرفها أبداً. تحت أمرك يا فندم. بقالوا لي مراتي محكمة رأيها إني أنا مطلعش من هنا النهاردة، وأنا لازم أطلع عشان أروح أشوف مراتي التانية. هو حضرتك متجوز اتنين؟ أيوه، بس شنشرح وأنت؟ المهم نخرج النهارده. يا فندم تخرج ازاي وانت عيان؟ ماشي، دي انا مش عيان، ده انا صحتي زي الفرس، بس مراتي هي اللي مدخله العيا في جسمي بالعافيه كده. طب يا فندم عاوزني اعمل لك ايه؟ تنام بدالي ساعتين هنا لحد ما ارجع لك. ساعتين بس يا حسين. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطر الشاويش عطية حسين. ايوه يا فندم، ولما تخش الست بتاعتك وتلاقيني نايم مطرحك. مالكش دعوة، بس اللي عليك تنام وتغطي راسك بالبطانية، وكل ما تحس بيها جاية شخر بعزم وقوة. طب ولما تنكشف الحكاية؟ ما تنكشفش ولا حاجة، دي محبة ما عليها تشوفني نايم عشان تخرج هي. أمر لله. ماشي يا حسين، كتر خيرك يا حسين. نوم العواصف يا حبيبي، نام. لا نحصل. أشخر يا فندم؟ شخر وامل عرفت عمين. طيب اترفت يا حسين. في حد عندك يا عطية؟ هو العسكري اللي جالك ماشي؟ عطية عطعت عطعيته. انت نمت اهون كده؟ يما انت مركب على مناخيرك كلاكس؟ الله يا راجل اتقابل بقى، خلينا اديك الحقنة. تعالى هنا بقى. يا ست انا لا حرام ولا حاجه، بصي لي كويس. الله، انت مش العسكري اللي جاي يسال على جوزي؟ ايوه. الله، وايه اللي نايمك هنا؟ جوزك. وجوزي راح فين؟ لمراته التانيه. مراته الايه؟ التانيه. لا هو متجوز عليا وانا مش عارفه؟ ايوه. وقع صاده ومطيله على دماغه. طب تسمحي لي بقى انا اروح؟ روح بقى لحسن اطيلها على دماغك ودماغ شويشك. ليلتك محببه يا عطيه. ان شاء الله يا فندم. امشي اخرج. يا ناري لو تطب في ايدي يا حسين كنت خلي عينيك الاتنين يورموا. اسمع يا مندي. افندم يا بشويش، ما شفتش المخسوف على عينه حسين؟ حسين قام بالاجازه يا فندم، اصله هيتجوز بنت من بنات اليكس. بنات اليكس؟ يعني بنت واحد حاجه؟ اليكس يعني الكسندريا. خد 7 ايام علشان يتجوز، اسبوع عسل. انا هخليه له اسبوع بصل، هخليه اسبوع منيل على دماغه ودماغ اللي خلفوه. الله، انا عملت اللازم عشان اغيب الاجازه بتاعته دي، ما كنتش انا. مالك يا شويش؟ حد ضربك ولا وقعت؟ لا ما وقعتش. الله يجازي اللي منه السبب. مهما تطب في ايدي يا حسين، البلد عليك سهل، ابقى دوم. الو حسين. اهلا يا اسماعيل، ازاي حالك؟ عال قوي، الضرب نازل يرخ عليا والاشياء معنا. الله، انت بتحط هدومك في الشنطه ليه؟ هتحزن؟ لا هسافر. انت لحقت؟ انت لسه جاي من السفر امبارح. انا مسافر اتجوز، ضروري تسافر معايا علشان تحضر الفرح يا اسماعيل. لكن انا عندي شغل في الاستوديو. على كل حال مبروك، وتروح وتيجي بالسلامة. متشكر. أنا هغيب أسبوع وأرجع مع العروسة.
فيها حاجة لو تسلفني بدلتك بتاعت الطيران دي البسها يومين؟ انت اتجننت؟ اوعى تعمل كده.